أهلا ومرحبا بكم مع مستشاركم الفلاحي إخواني أخواتي. كما كيتقال المناسبة شرط، ومن خلال الجولات اليومية وكذلك من خلال الإنذارات الفلاحية اللي كتصدرها الجهات المختصة، قلت من خلال الجولات الميدانية تبين لنا بداية ظهور الأمراض الفطرية في بعض حقول الحبوب، وخصوصا في المناطق السقوية وخاصة البكرية منها. ظهور هذه الأمراض حتم علينا باش نعلموا الإخوان الفلاحة، الإخوان والأخوات، لهذا الغرض كيستوجب نتحدثوا شوية على هذه الأمراض الفطرية اللي كتصيب حقول الحبوب. الآن وبعد ما نعم علينا الله بأمطار الخير والحمد لله، هذه الأمطار رفعت من الرطوبة ديال التربة وديال الجو، ومن بعد هاد التساقطات كتجي الشميشة. هاد الجو هو من العوامل اللي كتعتبر محفزة ومنشطة لهذه الأمراض الفطرية. السؤال المطروح هو شنو هي الأمراض اللي كتصيب الحبوب؟ إخواني أخواتي، هناك أربع أمراض أساسية اللي كتصيب حقول الحبوب. أولا سيبتوريوز، ثانيا صداع، ثالثا بوبياد، رابعا للمانتوسبوريوز. أولا سيبتوريوز هو عبارة عن بقع قهوية جانب ديالها صفر، كيقيس الأوراق والقصبة وحتى السبولة، وكتنتشر هاد البقع وكتلاقى مع بعضها مع تطور المرض. كينتقل هاد المرض عن طريق الأمطار والرياح، وكتخزن في الزريعة وبقايا الحصاد. لهذا علاش كنصيو الإخوان الفلاحة باش يستعملوا البذور المختارة وما نزرعوش حبوب على حبوب. درجات الحرارة اللي كتنشط السيبتوريوز هي ما بين 20 حتى 25 درجة مع رطوبة عالية. المرض الثاني هو الصداع، هذا هو المرض الأكثر انتشار في البلاد ديالنا. والصداع فيه جوج ديال الأنواع، الصدى البني أي القهوي والصدى الصفر. الصدى القهوي هو عبارة عن بقع قهوية أي بنية مفرقة في الورقة، وما كيتلاقاوش مع بعضهم ولاو يكونوا قراب. كينتقل عن طريق الريح وكيتخزن في بقايا الحصاد. هذا المرض كيحتاج رطوبة عالية وندى على الأوراق بالليل والصباح. الحرارة المناسبة ليه هي ما بين 18 حتى 22 درجة. بالنسبة للصدى الصفر اللي هو أقل انتشار، هو عبارة على بقع صفراء كتمشى مع خطوط أو العروق ديال الورق، كينتقل تهو عن طريق الريح، وكيحتاج بحال الأمراض الفطرية لرطوبة عالية وندى في الصباح، والحرارة اللي كيبغي هي ما بين 10 حتى 15 درجة. ثالثا بوبياد أو كما كتطلق عليه لويديوم، هو عبارة عن بقع بيضاء بحال الطحين اللي كتحول من بعد اللون الرمادي، كتبدأ الإصابة من التحت للفوق. الإخوان، النبتة اللي تصابت ببوبياد ما كتعطيش السبولة، خصوصا إلى كانت أو لا مرضات بكري، أو كتقزم النبتة وكتعطي سبولة صغيرة والحبوب ديالها ضعاف. بالنسبة لدرجة الحرارة الملائمة
هي ما بين 15 و 20 درجة، والرطوبة أكثر من 80% باش يكون نشيط المرض. كينتقل هذا المرض عن طريق الريح وبقايا النباتات المريضة. المرض الرابع هو للمانتوسبوريوز أو ما يصطلح عليه بالحراقية، كينتقل بالريح وبالأمطار ومخلفات النباتات المصابة. درجة الحرارة هي ما بين 20 و 36 درجة، ورطوبة أكثر من 80%. أخي الفلاح، إلى تصابوا الأوراق بهذا المرض فوق العمارة ديال الحب، فهذا المرض كيبس الأوراق وكيعطينا حب صغير. الآن إخواني أخواتي، علاش خاص نداويو ضد هاد الأمراض ونردو بالنا معاهم؟ أولا لأنها كتسبب لنا خسائر كبيرة في المحصول. فمثلا السيبتوريوز يمكن يتسبب لنا في خسائر حتى 45% ديال الخسائر. للمانتوسبوريوز أو الحراقية تقدر توصل حتى 50% من الخسائر إلى ما داويناش. أما الصدى القهوي أو البني يقدر يسبب لنا حتى 70% من الخسائر. دابا السؤال، باش نداويو هاد الأمراض؟ يجب أخي الفلاح استعمال أحد المبيدات المرخص لها، وهي كثيرة واللي ما يمكنش نذكر الأسماء التجارية في هذا الفيديو. لهذا تواصلوا معنا عبر الخاص أو في التعليقات باش نعطيكم الدواء المناسب والكمية المناسبة في الهكتار. ورغم ذلك هذه هي النشرة الإنذارية الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة، ألا وهي لونسا. إخواني أخواتي، إلى موضوع جديد، أسعد الله أوقاتكم وخلف الله شقاكم، في أمان الله.